كما ينبغي لجلال وجهي وعظيم سلطانه. الحمد لله على نعمة الإسلام، وبعديها نعمة الإيمان، وبعديها الله يرجع يرفعنا لنعمة الإحسان، وبعديها أعلى شيء شو هو؟ اللهم ارزقنا نعمة الشكر، وقليلا من عبادي الشكور. اللهم اجعلنا من القلة يا الله. اللهم شاكرا لا كفورا يا الله. اللهم شاكرا لا كفورا، وارزقنا ملته يا الله. كان شو كان، شاكرا لأنعمه. الله يجعلنا لشكرك على الكبيرة وعلى الصغيرة يا الله. اللهم آمين. يا أخواني، الموت مصيبة، بس والله ما هو أكبر مصيبة. مش أكبر مصيبة، أكبر مصيبة اللي بموت وقلبه معلق في الدنيا يا جماعة. هذه المصيبة الكبرى اللي ما عرفها المنعم، اللي ما عد نعايمها المنعم، اللي ما تآنس في جلاله هذا المسكين. ولو صلى ولو حج، والله ما هو تنفير هذا يا جماعة، والله ما هو تنفير. والله لو حج ولو صلى ولو صام اثنين وخميس، ولو يا إخواني اعتمر، ولو قرأ القرآن، وقلبه معلق بغير الله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. الله يجعلنا من الثانية لا من الأولى. أني الثانية، والذين آمنوا أشد حبا لله. يا أخواني، هذا الرب الكريم أكرمنا بنعايم كثيرة. أقولكم نعمة، بس نعمة بدي أذكركم وأذكر نفسي. كل يوم 36 مرة بغسل لك الكلى عندك. اطلع اطلع على اللي بيغسلوا الكلى، والله شو لطيفة بتتحرك بعض الناس، وبقول يا ربي تاخذني ولا تخليني في هذا الموقف. 36 مرة بغسل لك الكلى كل يوم. نعمة النوم، نعمة الطعام، نعمة الشم، نعمة الإحساس. والله لو منتذكر هذه النعايم، والله ما واحد راحت عليه صلاة الفجر. والله لو منتذكر هذه النعايم ما هجرنا القرآن. والله لو منتذكر هذه النعايم لا ما قطعنا الميراث. والله لو منتذكر هذه النعايم ما اعتدينا على الجار. والله لو منتذكر هذه النعايم ما تركنا حلقة التعليم كل يوم نجيب الملائكة لأولادنا ولبناتنا ولنسائنا. الشياطين مليانة في الدور يا جماعة. أنو اللي يجيب الملائكة لمرته؟ أنو اللي يجيب الملائكة لأولاده؟ قال عندي مشاكل في الدار. أنت اللي جايب المشاكل، أنت اللي جايب المشاكل، أنت اللي جايب الهم، أنت اللي جايب البلا لأولادك. ليش؟ لأنك ما رديتش على النبي عليه الصلاة والسلام. البيت اللي فيه الصلاة على النبي، صلاة على النبي، بس الصلاة على النبي. طلع طلع 10 رحمات و10 سيئات و10 درجات و10 حسنات. شو كمان؟ تكفى همك، يقضى دينك، يغفر ذنبك. شو كمان؟ في كمان، في الله موكل ملكين على سيدنا محمد. الملكين بقولوا يا رب تغفر اللي صلى على حبيبي محمد، والملائكة الثانية شو بتقول؟ اللهم آمين، اللهم آمين. شو هذا البيت فيه مشاكل يا جماعة؟ هذا البيت، البيت اللي فيه مشاكل فيش فيه قرآن، فيش فيه حلقة تعليم، فيش فيه صلاة عشاء، فيش فيه تذكر في نعايم الله يا جماعة. فرض عليك زي الصلاة، والله يا عبد الله فرض عليك زي الصلاة، انك تذكر اولادك بايام الله، تذكر مرتك بايام الله. ما نضلش على التلفونات يا جماعة. والله مرض السرطان اهون، والله الايدز اهون، والله كل الامراض اهون من قلبك انه يتعلق بغير الله. بعد ما تعلق بغير الله خدك هالمصيبة مش هالبشارة. والله لغير تتعل من الصلاة، والله لغير تتعل من صلاة الفجر، والله لغير تتعل من قيام الليل، والله لغير تتعل تعطي الناس حقهم، والله لغير تتعل تروح تزور لك الزيارة تتكلم عن نعايم الله 70,000 ملك. الله بيحرمك. الحرمان اللي بياكلش لحم يا جماعة لا والله. الحرمان اللي ما عندوش فيلا لا والله. اللي ما عندوش مزرعة لا والله. الحرمان يا اخواني مش اللي ما عندوش اولاد،
ومش ما عندوش اكل ومش ما عندوش ملايين، المحروم. الشيخ انه بده يصلي عليها، قول لهم اللي بده يحب يصلي يصلي مع الشيخ انور. طيب بس نخلص، بس نخلص. طيب. الشيخ انور قال بده يصلي عليها، يصلي عليها، اللي بده يصلي يصلي معه. وكلهم صلوا هذولا. الله يجزيكم الخير. يا اخوان المحروم مش محروم الدنيا. المحروم محروم يستأنس بربه، يقعد بينه وبين الله ويشكي. قال يا شيخ فيش عندك كير هالكلام، والله لو عندك فكر أوسع من هيك لفهمت هذا الكلام. هذا الكلام مش الكل بيفهمه إلا اللي في قلبه نور يا إخوان. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. والله هذا الكلام اللي بقول فيه أعظم منه ما بيفهم في الشرع، والله ما بيفهم في الشرع، والله من الظلم اللي في قلبه ومن عظمة المخلوق اللي في قلبه ومن اللي اجتهد له، والله أصعب من السرطان. البموت من السرطان يا جماعة بيخلص عمره وبموت وهو محتسب وهو صابر وهو ذاكر وهو راضي، هذا على الجنة. أما اللي قلبه معلق بالمخلوق هذا على النار. لا يا إخواني على النار. نعلق قلوبنا بلا إله إلا الله. أقول لك افحص حالك، كم حبيت لا إله إلا الله؟ أنو أحوج الناس، أنو أبدى الناس في شفاعة النبي يوم القيامة. والله لا أكثر صلاة، والله لا أكثر حج، والله لا أكثر عمرة، ولا أكثر قراءة قرآن. على راسي، على راسي كله من الدين مش الدين. ولا أكثر صيام اثنين وخميس، ولا أكثر قيام ليل. بتعرفوا شو أكثر أنو؟ اللي الله معطيه نور اللي بتحيا هذه الأعمال. والله لا تحيا هذه الأعمال حتى يحيا القلب بذكر الله وبلا إله إلا الله. والله يا أخوان لا تحيا الصلاة، لا تقبل الحج. حج وماكل حرام، حج والناس بتخاف منه، حج ومعتمر كل سنة بهذا وهو جاره بتأذى منه. وين الإيمان يا أخوان؟ هذا إيمان؟ هذا بتضحكش على ربنا، بتضحك على حالك. والله يا اخواني انو يعني ابدا الناس في شفاعة النبي. اسمعوا شو ابدا الناس في شفاعة النبي، احوج الناس في شفاعة النبي يوم القيامة، واحق الناس في شفاعة النبي. اسمع انو، والله لا اكثر اعمال يا اخواني، اكثر نور في القلب. شو هو؟ قال من قال لا اله الا الله صدقا من قلبه، صدقا من قلبه. اللي بقول لا اله الا الله صدقا من قلبه بياكلش الولاية. اللي بقول صدقا من قلبه بخشش على حدود جاره. اللي بقول صدقا من قلبه بيحسدش الناس على الدنيا. اللي بقول صدقا من قلبه بينجي اولاده من نار جهنم. اللي بقول صدقا من قلبه بنكدش على الناس، بدخلش القتا على الناس. والله في ملك بيجي على القبر، بتعرفوا لمين؟ للي بيدخل السرور على عباد الله. بقول له من انت اللي وجهك منور؟ قال له انا السرور اللي كنت تدخله على عباد الله. واللي بيدخل الهم على عباد الله شو إله هذا؟ شو إله؟ والله لقد يصرخ صريخ آمن بالله. الناس مسكرة على بعضها في غد اللي خلصت الجنازة مسكرة. خلصت الجنازة؟ إذا خلصت بنخلصها يا عمي. زيادة خمس دقايق. ها؟ خمس دقايق. والله يا إخواني، والله يا إخواني اللي أحب الناس على الله عنو يا إخواني. أحب الناس على الله عنو. قولوا اللهم اجعلنا منهم. اللهم اجعلنا منهم. عنو أحب الناس على الله. أنفعهم للناس أحبهم لله، أنفعهم لعياله أحبهم لجلاله. إذا بتدخل السرور على قلوب الناس وبتقاتلش الناس وبتنصبش على الناس وبتدخل السرور على قلوب الناس، والله إلا تشوف الجنة قبل ما تطلع روحك يا عبد الله. والله إلا غير يجي الملك يقول لك أنا السرور اللي دخلته على قلوب خلق الله. يا إخواني ندير بالنا. كم خشعت؟ كم يا اخواني قيمة سنة الفجر في حياتك؟ خلاص؟ الله يجزيكم الخير يا اخواني. اللهم لا تجعل فينا تارك للصلاة. اللهم لا تجعل فينا